برج الحمل، مهنياً تتخذ مشاريعك أشكالاً جديدة وتزول جميع العقبات التي اعترضتك في السابق، وتجد أمامك كثيراً من المتطلبات والمتغيرات لتسلق سلم النجاح. عاطفياً قد تجد اليوم تصرفات الشريك أو الحبيب غريبة وتحاول معرفة الأسباب، فتكتشف أنه يخبئ مفاجأة تحمل نوعاً من التغيير والتجديد. برج الثور، مهنياً أمر مهني يقلقك ويشغل بالك اليوم، اطمئن لأنه سينتهي لصالحك وستشعر بالأمان والراحة النفسية. عاطفياً تزداد رغبتك للحياة الرومانسية، ويلعب الشريك أو الحبيب اليوم دوراً أساسياً في رفع أحاسيسك الروحية. برج الجوزاء، مهنياً أمامك عدة خيارات للتعامل مع مشكلة واجهتك منذ فترة، ابتعد عن كل الخيارات وأجل الحل إلى الأسبوع القادم. عاطفياً تتخذ قرارات قاسية وصعبة في مسألة عاطفية دون مراعاة شعور أحد، قليل من المرونة مفيد في هذا اليوم. برج السرطان، مهنياً تحلم كثيراً بتغيير واقعك المهني، ولكنك لا تقوم بالخطوات اللازمة، واليوم يكون الحظ بجانبك فبادر بذلك. عاطفياً تكون علاقتك مع الحبيب أو الشريك اليوم في مستوى رائع من التفاهم والحب، إلا أنك تشعر بالوحدة والضياع وعدم الرضا. برج الأسد، مهنياً منصب جديد وهام تستلمه يرفع من قدرتك على تنفيذ أفكارك وآرائك ويزيد دخلك المادي. عاطفياً يتسلل الحب إلى قلبك وتشعر بأحاسيس ممتعة وغريبة، وتقرر أن تعيشه باستمرار دون النظر لضغوطات الحياة. برج العذراء، مهنياً تعرض عليك مهمة تضعك على قدر كبير من المسؤولية والتحدي، ادرس خياراتك وأولوياتك بدقة متناهية قبل اتخاذ أي موقف. عاطفياً يكتشف اليوم الحبيب أو الشريك بعض الأمور التي أخفيتها عنها وتشعر بالإحراج، حاذر من الانفعال وكن هادئاً. برج الميزان، مهنياً تمر بوضع استثنائي حيث تنتهي من أمر قديم مزعج ويزدهر وضعك المالي، وتلتقط فرصة مهنية تنقلك نقلة نوعية نحو الأمام. عاطفياً تتلاعب بعواطف من تحب وتدعي أنك تحبه، ولكن الحقيقة أنك ضائع وتحاول أن تجد نفسك. برج العقرب، مهنياً فرصة جيدة لتحسين وضعك المادي والمهني، استغلها وكن حذراً من أحد الأصدقاء لأنه لا يريد الخير لك. عاطفياً تعيش حياة عاطفية صاخبة ودعوات اجتماعية تسعد بتلبيتها، حيث تلتقي بمجموعة تغير نظرتك للحياة وتجعلك في قمة التفاؤل. برج القوس، مهنياً تنجح في خطواتك اليوم نحو تحقيق هدف هام تعبت من أجله كثيراً، ولكن احرص على عدم البوح بأسرارك المهنية وحافظ على معلوماتك بسرية تامة. عاطفياً تقرر مع الحبيب أو الشريك دراسة مكامن الخلل في علاقتكما العاطفية لتضع الحلول المناسبة كي تكون أكثر قوة. برج الجدي، مهنياً اسبح اليوم مع التيار وقدم بعض التنازلات للحصول على ما تصبو لها لأن الوقت يتطلب ذلك. عاطفياً تفتح أبواب الحب والسعادة بقوة وتضع حداً لكل الأزمات العاطفية التي مررت بها سابقاً. برج الدلو، مهنياً تقوم اليوم بحسابات مالية وتجد أنك تحقق أرباحاً لا بأس بها، احذر من الإسراف والمصاريف الغير ضرورية. عاطفياً
تميل اليوم إلى الانعزال وتبتعد عن جميع العلاقات الاجتماعية وتهجر الحبيب أو الشريك، ولكن هذه الحالة ستزول سريعاً بإذن الله. برج الحوت. مهنياً لا تسبح ضد التيار ولا تتعاطف مع ما يحدث حولك، وافتح صفحة جديدة من حياتك الاجتماعية والمهنية. عاطفياً لا تدع الشك يتسلل إلى عقلك ويتغلغل في أعماقك حتى لا يدمر علاقتك مع الشريك أو الحبيب، لأنه في قمة الإخلاص.